على كل حال أستاذ يامين، العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالموسم القادم، يمكن أهمها النقل التلفزيوني والقناة الناقلة للدوري السوري لكرة القدم. هل سوف يبقى التلفزيون العربي السوري هو الناقل أم أن هناك قنوات خاصة دخلت على الخط؟ سمعنا اليوم كلام سيادة العميد حاتم الغايب فيما يتعلق بموضوع النقل التلفزيوني والكلام عن قناة خاصة، ضعنا بتفاصيل هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع أكيد بهم كل المشاهدين وفي عديد من التساؤلات حول هذا الموضوع. نحن مبارح تماما تم إنجاز دفتر الشروط لموضوع بيع حقوق البث التلفزيوني. ففي شروط فنية وشروط مالية وشروط قانونية. هلا بعد ما يصير مزايد علنية على هذا الموضوع بدنا نشوف مين القنوات اللي بدها تقدم وبدها يعني تستوفي هاي الشروط الفنية، اللي نحن لاحظنا انه يكون في عدد وافي من الكاميرات، كاميرات تكون بتقنية عالية، تم تصوير بتقنية عالية. اتحاد كرة القدم رح يسعى انه الدوري يكون مجدول، يعني مباريات الدوري تكون مجدولة، ما يتم وضع المباراة كلها بيوم نفس الوقت واحد. طبعا هذا اكيد يعني الا بالمراحل الاخيره، لانه هون نحن بده يكون في عنا عامل منافسه وموضوع عدم التلاعب بالنتائج، فبده يكون كل المباريات بالمراحل الثلاثه الاخيره او الخمسه الاخيره بوقت واحد. طيب استاذ يامن، سمعنا طبعا منذ استلام الأستاذ فراس معلى اتحاد الرياضي العام، سمعنا أن هناك قناة رياضية سوف يتم العمل عليها، وسمعنا أنه ممكن تكون أرضية، وأحيانا ممكن تكون فضائية. سمعنا من الأستاذ إياد ناصر أنه سوف يتم التحضير لها، الحكي كان منذ عدة أشهر. لماذا لا يتم التنسيق مع التلفزيون العربي السوري لإنشاء محطة رياضية مختصة فقط في الدوري السوري لكرة القدم، ونبتعد عن قنوات ثانية؟ يعني مو مضطر أحضر سوريا دراما مشان أشوف أنا مباراة سوريا، مباراة الدوري أو سوريا التربوية، وتكون الدقة جيدة، يعني تتيح للمشاهد أن يشاهد مباراة كرة قدم يعرف اللاعبين وأرقام اللاعبين أقلها. أنس، دور اتحاد كرة القدم هو بتحديد الشروط الفنية للناقل. هذا دور اتحاد كرة القدم. نحن موضوع إنشاء قناة ما بنقدر نفرض على التلفزيون كاتحاد كرة القدم ينشئ قناة رياضية أو حتى نقول له شو محتوى هي القناة. عرفت علي كيف؟ نحن فقط كاتحاد كرة القدم كجهة تمتلك حقوق الدوري، بدنا نبيع حقوق الدوري للقناة اللي بتستوفي الشروط الفنية اللي وضعناها، اللي هي هلأ حاليا طلبنا أنه يكون عدد كاميرات كبير لنقل كل مين هنا القنوات اللي مقدمين عروض لنقل الدوري السوري؟ هذا الموضوع عن شركة أفكار، هي اللي بتعرف مين اللي بقدم، لكن حيكون في مزايدة علنية. الشركة اللي بدها تقدر توصل للرقم السري وتدفع الرقم الأعلى هي اللي حتأخذ حقوق النقل. على كل حال نتمنى أيا كان يأخذ حقوق نقل الدوري السوري أستاذ يامن أن يكون النقل متميز وأن يكون النقل جيد، ما فيه طبعا خير لكرة القدم السورية وللمشاهد اللي دائما ناطر يشوف فرقه ويستمتع بأدائه. We'll be right back.